بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، قريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تبكيك عيني، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية، ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول، وهي إلى القيامة باقية. نمشي الدرب ما مشي أو ذبح خي، من قلة الوالي نخيت شتم والدي وانكر وصيت، أي خويا صعب على الإخي الجدام، أخوها يضربها العدو يشتم أبوها، خويا أبوها يا سبوها اختك يا أبو فاضل، سبوها اختك يا أبو فاضل، سبوها يا خويا اختك بالمجالس وقفوها، خويا أنا موعاتي طبت الديوان ولا كلمت يا حسين عدوان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الآية الكريمة في سورة آل عمران آية 191، والآية تذكر لنا عدة موارد مهمة، ولأن المصيبة اليوم شوية طويلة فلا بد أن أختصر شوية إن شاء الله تعالى من باب التبرك بالآيات والروايات فقط. طبعا تبدأ الذين يذكرون الله، يتكلم عن الذكر، ونحن نعلم على أن الذكر يقابل له مقابلان، الذكر له مقابلان، لأن التعريف مرة يكون بالمقابل، بالمقابل يعني شنو؟ مرة يكون بالأمر الواضح العام، ومرة يكون بالمقابل. يعني شلون؟ يعني الآن ابنك يسألك يقول لك بابا ما هو النهار؟ ابنك يسألك شنو النهار؟ شو تجاوبه أنت؟ تجاوبه بإجابتين، التعريف التفصيلي والشرحي والعام، والتعريف بالمقابل. التعريف التفصيلي شو تقول له؟ تقول له النهار إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، ها؟ هذا يسمونه تعريف بالتفصيل بالشرح، يعني واضح هذا. لكن مرة يصير لا، يصير الإجابة والتعريف بما يقابله. شلون بما يقابله؟ بابا شنو النهار؟ ابنك يسألك شو تقول له؟ تقول له ما يقابل الليل هو نهار، يسمونه التعريف بمن؟ بالمقابل. مثلا ما هو ما هي السماء؟ تقول له مقابل الأرض، الرجل مقابل المرأة، وهالمجرة المشرق مقابل المغرب، الحق مقابل، وهالمجرة هذه. واضح مولانا؟ هذا التعريف بالمقابل. الذكر إخواني له مقابلان، المقابل الاثنين بالقرآن. المقابل الأول الذكر مقابل النسيان، لأن النسيان تعرف هو فقد الشيء عن البال، شيء يروح من بالك يسمونه نسيان، إذا أجب بالك شيء يسمونه ذكر. الآن هذا المحبس أنا قاعد أتوضى خليته في مكان مولانا أو راح من بالي، شيء يقولوا له نسيان، لكن إذا أجب في بالي يقولوا له ذكر. واضح مولانا؟ فالذكر مقابل النسيان. وين الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر ربك إذا نسيت، اذكر نسيت. واضح مولانا؟ هذا المقابل الأول. المقابل الثاني الذكر مقابل الغفلة. زين، وين الآية؟ الآية بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفلنا ذكرنا. إذن مرة يصير الذكر مقابل النسيان وانطيتك آية، أو مرة يصير مقابل الغفلة وانطيتك آية. واضح مولاي شلون صار؟ زين، هسا نجي للآية. الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يذكرون الله قياما بعد وقعودا بعد وعلى جنوبهم. هي هذه الحالات الثلاثة للإنسان. هذا التعريف إشارة على أن يكون ذكر الله في كل الأحوال، لأن الإنسان لو واقف لو قاعد لو نايم، صح لو لا؟ هسه أنت قاعد، ها؟ أكو ناس برا واقفين، وأكو ناس شنو مولانا؟ نايمين. أكو حالة رابعة؟ ثلاث حالات. أكو حالة رابعة أعطيني إياها مولانا. ماكو بعد؟ إذا أكو حالة رابعة أخو الله شاذكرها. زين، هاي الإنسان لو قاعد لو واقف لو نايم ماكو غيرها بعد، خلاص. يقول لك أنت أذكر الله وأنت واقف، أذكر الله وأنت قاعد وأنت نايم. يعني شو يقول لك؟ يقول لك أن تذكر الله في كل الأحوال، في كل الأحوال أذكر الله سبحانه وتعالى. هسه بأنواع الذكر، هسه أذكر أطرق إلى أنواع الذكر. زين، القيام، الذين يذكرون الله قياما، قياما هو وقفة، بعد شنو؟ وقعودا. القعود شنو؟ القعدة، الجلوس، بس الجلوس غير القعود، الجلوس شيء والقعود شيء آخر. زين، احنا عندنا مولانا أكو فرق باللغة العربية، أكو واحد بخيل وواحد لئيم. البخيل ما ينطي واللئيم هم ما ينطي، بس الفرق بينهما ان البخيل يبخل بما عنده، ما ينطي اللي اقول لك انا ما انطي، خل غيري ينطي. زين، هذا بخيل. اللئيم لا هو ينطي ولا يخلي غيره ينطي، لا 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 تنطي ما يحتاج، هذا لئيم. واضح مولانا؟ زين، اكو واحد عطشان، واحد لهفان، واحد ظمآن، كلهم عطاشه، بس درجه العطش تختلف. واضح مولانا؟ واحد مثلا يقول غرفه، واحد حجره. الحجره تبنى على الارض، الدار اللي تبنى على الارض حجره، الدار اللي تبنى فوق الـ هذا شو يسمونه؟ غرفه. واضح مولانا؟
فوق غرفة مثلا أو الحجرات على الأرض. فإذا أكو فرق باللغة العربية بين الجلوس والقعود. شنو الفرق بينهم مولانا؟ القعود الانتقال من أعلى إلى أسفل، قعود الانتقال من الأعلى إلى الأسفل قعود، والانتقال من الأسفل إلى الأعلى جلوس. شلون يعني؟ يعني واحد واقف تريد تقول له غير حالتك، يعني شنو؟ يعني اقعد، ما تقول له اجلس. شو تقول له؟ تقول له اقعد، اقعد. ليش؟ لأنه هو واقف يريد من الأعلى ينتقل وين؟ إلى الأدنى، يسمونه اقعد. بس إذا واحد نايم ويريد يستند يعني يقعد، بعد ما تقول له اقعد، شو تقول له؟ تقول له اجلس، اجلس، لأن هذا من الأدنى إلى الأعلى. ولهذا إذا قلت قعدة، إذا قلت قعدة يعني القعدة الواحدة، فلان كم قعدة قعد، كم قعدة، تقول قعد قعدة واحدة، القعدة يعني المرات. بس إذا قلت قعدة بالكسر يعني حالة القعود، شلون قعدة فلان، تقول كان قاعد هيك مثلا، أو كان متربع، أو كان ثني ركبة، أو كان ولا مرانة. فإذا قرأت بالفتح دلالة على تعدد القعدة، زين، وإذا قرأت بالكسر دلالة على حالة القعدة. هسه شو أنتم واحد قاعد هيك، واحد قاعد هيك، كل من له قاعدة خاصة، ولا مرانة، هاي حالة القعدة يسمونها قعدة بالكسر، زين. بس مرات القعدة يسمونها قعدة، ولا مرانة، زين. الشاهد مولانا الذين يذكرون الله قياما بعد وقعودا بعد وعلى جنوب، يعني وهو نايم، يعني في كل الأحوال تذكر الله سبحانه وتعالى. هسه الذكر بثلاثة أنواع، لو ذكر باللسان، لو ذكر بالمعنى، زين، لو ذكر بالأركان، زين، بالقلب والأركان. شلون هذا؟ الذكر باللسان مثل من؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ذكر بمن؟ باللسان. مثلا الصلاة ذكر باللسان، القرآن ذكر باللسان، الدعاء ذكر باللسان. هذا شنو ذكر بماذا مولانا؟ كله باللسان. الصلاة على محمد وآل محمد ذكر باللسان. هذا ذكر باللسان. عندنا ذكر، لا ذكر بالأركان، بالأركان يعني بالجوارح. بالجوارح شلون؟ مثلا مثلا الحج، الحج عبادة ترتبط شوية بمن؟ بالحركة، صفا ومروة والطوف وتشمر وكذا ورمي وغيره، وهذا كله شنو؟ هاي شو حركة لو مو حركة؟ هاي حركة، ذكر لله لو لا؟ ذكر لله. هسه صلاتك أنت، صلاتك الله أكبر، ركوع، سجود، تشهد، قنوت، هاي الحركات، هاي الحركات شنو؟ هذا نوع من الذكر. هذا ذكر بمن؟ بالجوارح. وضع مولانا الجهاد في سبيل الله، جهاد، تاخذ سيفك وتنزل الجهاد في سبيل الله، هذا شنو مولانا؟ ذكر، ذكر بالجوارح، زين. هاي اثنين. عندنا الثالث ذكر بالقلب. الذكر بالقلب، نعم، بعد هذا فوق كل شيء، زين، وهي النية الصادقة والصالحة مع الله. النية الصادقة والصالحة مع الله، شو يسمونه هذا؟ ذكر. اللي يصحح ذكرك باللسان يا ذكر، ذكر القلب. اللي يصحح ذكرك بالجوارح، ذكر القلب. واضح مولانا؟ انت بقلبك اذا صدق ذاكر الله سبحانه وتعالى، بقية الاذكار هم شنو مولانا؟ هم مقبولة. بعد من ذكر القلب ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، واضح مولانا؟ وان تكره لاخيك ما تكره لنفسك. مثل ما انا الله اعطاني بيت، ان شاء الله يطفلان بيت. مثل ما اعطاني سياره، ان شاء الله يطفلان سياره، زين. لا تصير عندنا انانيه. اكو بعض الناس للاسف يريدها حصري له، بس له هو، بس كون بس انا عندي، الباقي ما عنده. ليش؟ ليش؟ وهذا ما الله يسلبها من عندك، زين. الشاهد مولاي العزيز، صارت كم نوع ذكر؟ ثلاث انواع من للذكر، زين. الله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في كل الأحوال ذكر لله، زين. هسه يجيك واحد يقول لا، هذا مو قصد الذكر هيجي، لا، إنما قصد الصلاة. الذين يذكرون الله يعني الذين يصلون، هاي إشارة إلى الصلاة، لأن الصلاة هي نوع من الذكر، نوع من الذكر. وين الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنني، سورة طه، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وشنو؟ وأقم الصلاة علما لذكري. أقم الصلاة لذكري، إذن الصلاة شنو؟ ذكر لله. فش يقول الإمام الباقر عليه السلام؟ يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون يعني الذين
يصلون. الصلي ما تنقطع الصلاة، الصلاة صلة بينك وبين ربك ما تنقطع بأي حال من الأحوال. مولانا عندك جسر بينك وبين جماعة، أو هذا الجسر هو اللي ينقل المواد والغذاء، إذا هذا الجسر انقطع ما بيك تنقل شيء، واضح مولانا؟ الجسر بينك وبين الله اللي ينقل أعمالك إلى الله يا هي الصلاة. إذا أنت ما صليت لو شو تسوي؟ إذا ما صليت قطعت الجسر، كل الأعمال توصل لله بعد؟ ما توصل بعد، جسر وانقطع بعد، وشلون توصل إلى الله؟ زين؟ كيف تصل؟ الجسر بينك وبين ربك، الصلة بينك وبين ربك هي الصلاة. ولهذا الشيء يقول عنها ها إن قبلت قبل ما سواها. شو قد مهمة شباب، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. زين، فالأصل هي الصلاة. ولهذا يقول الدين مثل الخيمة، بعد طالعين بخيمة أنتم، والخيمة يحتاج عمود. زين مولانا، إذا طيحت العمود الخيمة ما تظل خيمة، تطيح يصير فراش، واضح مولاي؟ زين، فما يسمونها خيمة، شلون أقدر أسميها خيمة أنا إذا صار بيها شنو؟ عمود. زين، يقول الدين خيمة وعمودها شنو؟ الصلاة عمود الدين. زين، إذا واحد كل شيء يسوي صلاة ما يصلي، شنو سويت؟ ها؟ مثل ذاك متزوج لمرة مولانا تترس ماي بمشخلة. زين، هذا تترس ماي بعد ينترس، تعرفون المشخلة شنو؟ مشخلة تقولون أنتم؟ مشخلة، إي. زين، هاي شنو؟ هذا اللي يظل حد آخر عمره ما ترس ماي. فهذا واحد مولانا اللي يريد يعمل هذه الأعمال بأجمعها وصلاة ما يصلي ترس الماي بمشخلة. بصراحة يعني هواء في شبك. الشاهد مولانا العزيز يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا، يعني يصلون. إذا ما بيك تصلي صلي من قيام، إذا ما بيك تصلي من قيام صلي منين؟ من جلوس. ما بيك تصلي من جلوس صلي وأنت نائم وعلى جنوبك، إذن لا تنقطع بأي حال من الأحوال. زين، نكمل الآية بعد. الذين يذكرون الله، طبعا أنا قاعد أختصرها، طبعا الذين يذكرون الله قياما بعد وقعودا بعد وعلى جنوبهم، بس الذكر قال لا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الله يقول لك ذكر مع فكر، تفكر. وإلا احنا شقد ناس عندنا مولانا عندهم ذكر ما عندهم فكر، عندنا ما عندنا. انت تدري اكو ناس حفظت قرآن تحارب علي بن ابي طالب؟ ها، القرآن ذكر لو مو ذكر؟ انت تدري اكو ناس يصلون يحاربون علي بن ابي طالب؟ هل ولا؟ اذا عنده ذكر بس فكر ماكو. وهذا مولانا يقرا القران ويذبح الناس، يصلي ويتقرب بذبح الناس الى الله سبحانه وتعالى. انت تعرف ان الذين اشتركوا في مقتل الحسين عليه السلام شنو كانوا؟ كفار كانوا؟ كانوا مسلمين، مسلمين كانوا مسلمين، ويعتقدون أشهد أن لا إله إلا الله، ويعتقدوا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلي، وبعضهم يحفظ القرآن يقرأ القرآن. واللي قتلوا علي بن أبي طالب كذلك أيضا كانوا يقرؤون القرآن، طبروا علي بن أبي طالب في الصلاة. الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه مر على واحد بالليل مع أحد أصحابه، شاف صوت حلو يقرأ، فهذا قال له سيدي ايش قد هذا صوته حلو؟ كل الصوت حلو. قال له لا تستعجل، اصبر. زين، لا تغرك هاي وهاي، خاف واحد يغره هاي يشطولها. زين، احكيها بصراحه عمي. زين، لا، انظر الى قلبه. فقال له سيدي هذا صوته كلش جميل. قال له اصبر لا تستعجل. مرت الايام والليالي، زين، صار الحرب مع علي بن ابي طالب بالبصره في واقعه الجمل. زين، صار الحرب ضروس، الامام بعد سلام الله عليه بطل الابطال، ياهو يقدر عليه. زين، انتصر علي بن ابي طالب سلام الله عليه، ظل ياخذ يعاين على الاجساد من بعد ما انتصر. قال هذا وصل الى واحد، قال تعالوا ميت من ذاك الصوب، ضد علي بن ابي طالب شهر سيفه على امام زمانه. قال هذا اسندوه، يعني شنو؟ قعدوا ميت هو، قعدوا. قال كشفوا عن صدره، واذا اكو ايات من القران كاتبها معلقها برقبته. قالهم رب تالي القرآن والقرآن يلعنه. أشوف قاعد هذا حامل القرآن الصامت ويحارب القرآن الناطق. صاح ذاك، قال له تعال اجا. قال له تعرف هذا؟ قال له لا سيدي. قال له هذا قارئ القرآن في منتصف الليل، هذا هو. شوف، هذا يقرأ القرآن نص الليل لكن لا يعي ولا يتدبر ما يريد القرآن. القرآن يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول مو علي، ها، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، مو علي، وأنفسنا وأنفسكم،
مو علي. جاونا علي. وين؟ زين. إذن ذكر بلا فكر ما يصير. ولهذا الله سبحانه وتعالى يأكد عليها. قال الذين يذكرون الله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بعد ويتفكرون. يتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا ليش خاص ذكر السماوات والأرض دون غيرها؟ لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان. حتى عندنا آية في القرآن زين أكبر من خلق الإنسان. ولهذا من عرف نفسه فقد عرف ربه. زين. تفكر ساعة أكو روايتين، أفضل رواية سنة وأفضل 70 سنة. أفضل من عبادة سنة ورواية أفضل من عبادة 70 سنة. يعني العبادة صلي لك ركعتين أخواني مع تفكر أحسن من صلي لك 50 ركعة بلا تفكر. لا تحلو دعوة تربط ماكو شيء. واضح شلون صار حبيبي؟ الشاهد خلينا نكمل الآية. شو تقول الآية؟ تقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هاي الأمور السماء والأرض خلقها الله لكي نستدل بها إلى معرفة الله. خاطر نعرف الله عن طريق خلقه. واضح مولانا؟ خلق السماوات لا عبثا، خلق الأرض لا عبثا، خلق الكون لا عبثا. هذا النظام مو عبث، كل شيء حسب ترتيب ونظام دقيق ولعلة وحكمة دقيقة، وهو الحكيم الله سبحانه وتعالى. زين، شي يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. زين، هسا احنا خلي شوية نحكي عن الموضوع. هذه الآية بس أسألك رد علي. الآية شو تقول أولها؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم الذين. شباب عيوني توجه للآية مهمة عيني. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. الذين، هاي كلمة الذين شو يسمونها؟ يسمونها اسم موصول. هاي كلمة الذين شو يقولوا له؟ اسم موصول. إذا اسم موصول أكيد قبل أكو صلة. أكو صلة. شلون الضمير؟ الضمير لما يقول ضربه، هذا هو يرجع إلى واحد، إلى اسم ظاهر ولا هج قوترة، ما يجي هذا الضمير. زين. مثلا كذلك لما يقول الذين يذكرون، هاي الذين اسم موصول يحتاج إلى صلة، يحتاج إلى شيء. يا هم الذين هذولي، هذول الذين اللي الله يقول هذول يذكرون الله قيام وقعود، يا هم هذولي. نرجع آية قبلها كتبتها أنا وطبعتها. نرجع آية، هاي الآية سورة أتوجه أستنتج الاستنتاج كلش دقيق أخوان، جدا دقيق. أتوجه لها. من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق هذول ياهم. هاي آية 191 آل عمران. نرجع آية 190 آل عمران، آية واحدة خاطر تبين تراوي ياهم هذولي. زين، اسمع أنا وياك. الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن ياهم هذولي أولو الألباب. أولو الألباب ياهم اللغة تعرف شنو؟ يعني أولو العقول. العقل مو مطلق العقل، احنا عندنا عقل سليم وعندنا عقل سقيم. زين، الألباب اللب، العقل السليم يقولوا له اللب، العقل السليم يقولوا له اللب، أولو الألباب. إذن هذول أولو الألباب. شوف لآيات اللي أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. إذن ياهم الذين أولو الألباب. هسا أنا وياك بس توجه لي، نطلع صفات أولي الألباب في القرآن الكريم. أنا وياك نطلع صفات أولي الألباب في القرآن. طلعت لك مولانا في سورة الرعد طلعتها، وفي سورة آل عمران. زين، في سورة الرعد، سورة أول مرة أقرأها، في سورة الرعد صفات أولي الألباب، خاطر نعرفهم ياهم. رجاء عيوني توجه لي نتيجة دقيقة. هذه أولي الألباب ياهم. اسمع، في سورة الرعد آية 19 فصاعدا، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ياهم أولو الألباب. سورة الرعد، اسمع، الذين يوفون بعهد الله. إذن أول صفة شنو؟ شو من درجة عندهم؟ أي درجة لأولي الألباب؟ اسمع، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. هاي اثنين. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. هاي ثلاثة. ويخشون ربهم، هاي أربعة. ويخافون سوء الحساب، خمسة. عفية بعد. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، ايش قد
ستة، وأقاموا الصلاة سبعة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ثمانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة تسعة، أولئك لهم عقبى الدار. إذن حتى لو سوي شيئا هم يردونك بزين. زين، هذول شنو جزاؤهم؟ تسع صفات. شنو جزاؤهم؟ اسمع، جزاؤهم شو جزاؤهم؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. هذا أولي الألباب، هل قد نظيف وهل قد طاهر؟ عنده تسع صفات بسورة الرعد. الله يقول أنا أدخله بالجنة، واللي يحب من الصالحين أن يسير وياهم أهله زوجته جماعته، هم شنو؟ أدخلهم وياه. زين، بعد والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم يا مسلم. الملائكة سلم عليهم على أولي الألباب بما صبرتم فنعم عقب الدار. هنا أولي الألباب كم صفة لهم صارت؟ تسعة. تسع صفات لأولي الألباب فقط في سورة الرعد. هسه نروح إلى سورة آل عمران، شوف كم صفة سورة آل عمران، هي نفس السورة. شوف لآيات اللي أولي الألباب، اسمع، إذا كان تسعة كترهن خليه حافظهن، هسه أحسب من جديد. يا مذول أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وحدة الذكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هاي اثنين، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شو يردون هذولي؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هذا هم يقولون. زين، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا، يا هم يقولون أولي الألباب شباب وياي انت مو ياي. شوف اسمع، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، ايش سوينا؟ فآمنا، هذي هم يقولون أولي الألباب. زين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، قاعد يدعون، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. مع الأبرار، شنو يعني توفنا مع الأبرار؟ أنتم أولي الألباب تسعة منك وناصفتين، ايش قد عندهم؟ 11 صفة. هذا المقام الشامخ، الله يدخلكم بالجنة ويعطيكم أهلكم وياكم، وهاي كل النعيم كله كله كله، ويقول له إلهي توفنا مع من؟ يعني الأبرار أعظم درجة منين؟ من أولي الألباب. يعني أولي الألباب يتمنون أن الله يحشرهم وأن يتوفاهم وأن يجعلهم وأن يميتهم مع الأبرار، ها؟ صح ولا لا؟ يعني هذا المقام الشامخ لأولي الألباب، يتمنون أن يحشروا مع الأبرار. ياهم الأبرار، ندور عليهم، خاف واحد قلبه يحوس، ندور عليهم بالقرآن. نروح إلى سورة الإنسان، أن نطلع الأبرار ياهو. نروح إلى سورة الإنسان، سورة الدهر، اللي يتمنون أولي الألباب ب 11 مدري 12 صفة، زين 11 صفة، يتمنون أن يحشروا مع الأبرار. ياهم الأبرار، نروح إلى سورة الإنسان. زين، تقول آية الخامسة سورة الدهر أو الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار، شوف بعد ما عين الأبرار بعد، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله، يعني الأبرار عباد الله، يفجرونها تفجيرا. هذول شو مسوين الأبرار؟ يوفون بالنذر، إذن عندهم نذر ويوفون بنذرهم، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام، ياهم الأبرار، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم المن لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اتفاق الروايات واتفاق المفسرين واتفاق التفاسير واتفاق العلماء واتفاق المذاهب على أن هذه الآيات نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين. إذن الأبرار ياهم، الأبرار أهلول بيت صلوات الله وسلامه عليه مجمعين. الأبرار هم بس عالية، محمد وآل محمد. اللي أولي الألباب يتمنون أن يحشروا مع الأبرار. هسه من باب تتمة البحث، بس خذنا الوقت يركض مولانا، بس تتمة الوقت، تتمة الموضوع، شو يقول مولانا؟ يقول إنما نطعمكم لوجه الله. اسمع اسمع، هم شو يقولون الأبرار أهل البيت؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم شنو؟ جزاء بعد شنو؟ ولا لا نريد تجازون ولا نريدهم شكر. هذا أكو بعض الناس، بعض الناس دائما من يسوي شيء زين يحتاج إلى جزاء. يعني إذا سوالك شيء باكر أنت ما سويت له، يقول لك مو ذاك اليوم سويت لك أنا، صح ولا لا؟ يطقها بعينك بسرعة. زين، فهذا شنو يريد؟ جزاء، واضح ولا شلون؟ لكن وبعض الناس لا، جزاء ما يريد، يريد شكر.
اللي الشكر، اذا سوى لك شيء شكرا، بس يشوفك شكرا شكرا يمن عليك. واضح مولانا؟ اهل البيت ما يريدون لا جزاء ولا شكر، بس ما رادوا جزاء وشكر. الله جازاهم والله شنو شكرهم. شلون الله جازاهم وشكرهم؟ زين اسمع اسمع شنو شوف الجزاء وشوف الشكر. اسمع، قالوا إنا نخاف، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، لقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا شنو جنة وحريرا. ايش بيها هاي الجنة؟ شوف هذا بس الجزاء، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها شنو زنجبيلا، عفية عينا فيها تسمى شنو سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، أولاد حلوين يعني إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا، مثل الآلة قد حلوين هذولي، لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. شنو يلبسهم الله؟ قال عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا كله كله شنو هذا؟ هم قالوا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا كله الله شكلهم إن هذا كان لكم جزاء، هذا جزاكم. ها الشكر شلون؟ قال وكان سعيكم مشكورا. هذا كل الجزاء والشكر، ياهو الشكر منهم الله سبحانه وتعالى. الله يقول أنا الشكر منكم. شوف أخواني، مرة أنا الشكر منك، أو مرة أبوك الشكر، أو مرة عالم الشكر، أو مرة مرجع، أو مرة يشكر منك إمام معصوم، أو مرة يشكر الله منك. يا أعظم بعد أعظم شكر الله. الله يقول أنا الشكر منكم وكان شعيكم مشكورة. إذا تريد تسوي عمل خير، أنتم القاعدين وكل ما يسمع صوتي مو يوم يعينك عارة، لا يومي انا سويت لك شيء يومي، لا لا لا، احنا اللي قلت امهاتنا يقول سوي خير وذب، احنا نقول بالشط، عندنا شط انتم عندكم بحر، وذب البحر. واضح مولانا؟ ذب الشط. زين الشط يضيعه بس الله ما يضيعه. ها كل شيء عند الله عنده بمقدار، كل شيء الله يدري، حاسب وحده وحده، كله ما يضيع عندك. الله الله يجازك، الله يحاسبك. زين الشاهد هذا المقام الشامخ للحسين ولآبائي وأولاد الحسين عليهم السلام. يا حبيبي، وهاليوم هاليوم هالليلة ليلة عظيمة وأليمة ومؤلمة. طلع النسوان من بني أسد، تدرون هذولي ما طالعين ما طالعين، أيام صار لهم من حط الجيش، حطوا الرحال للحرب، جيش الحسين عليه السلام وجيش عمر بن سعد، انقطعت المواصلة بين بني أسد، بنو أسد قريب للفرات، انقطعت المواصلة ما قدروا. من بعد ما انقتل الحسين عليه السلام يوم 13 مثل باكر، طلعت نساء بني أسد لكي يسقين من الفرات، طلعن يسقى الماء. فمن طلع النسوان صغار وكبار وكذا، طلعن مرن على الأجساد الطاهرة النيرة، أجساد بلا رؤوس، غيرتها الشمس، مقطعة بالسيوف قطعا قطعة، كل وحدة ضجت بالبكاء رجعا للآباء. اسمع هذه الأبيات عجيبة، هذه مولانا الأبيات وحزينها. رجعا الزوجة راحت الزوجها وقالوا إن لم تنصروا آل البيت بسيوفكم فهذه الأجساد على رمضاء كربلاء، فهبوا لدفنها. الزوجة إلى زوجها، والأخت لأخوها راحت، ها والبت لأبوها. من جملة النساء بيت شيخ العشيرة، بيت شيخ العشيرة هم صغيرة، شافت الموقف اجت لأبوها تبكي، قالها أبتاه بنية تبكين، ليش تبكين بويا؟ قالت لأبا رأيت عجب العجاب، شف الشيء عجيب، شنو شفتي بويا؟ ماذا رأيتي؟ ها هسه البنية، الشاعر جزاه الله خير يوصف البنية، سولف لأبوها شنو شايفة مولاي؟ ماذا رأت؟ قالت رحنا نجيب الماي ونعود، لقينا بطل عن نهر ممدود. عرفت الولاء؟ بعد هذا هذا محرم، هذا محرم.
شفت ابويا ماذا رايت؟ مو تخجل، مو تخجل، الامام الحجه يشوفك. رحنا نجيب الماي اي ونعود، لقينا بطل عن نهر مردود. شلون حالته بنيتي هذه؟ ممدود ومقطوعه شفينا من الجنود، من الجنود ومفضوخ راسه بضربه عمود. يا عباس بعد بويا ماذا رايتها؟ تقل لابويا وشفنا بدير، شفنا بدير نوره تلاله، خيال النبي يشبه خياله. يا علي يا علي، علي الاكبر، ها خيال النبي يشبه خياله. شلون حالها؟ تقل لابويا جثه ولكن راس ماله. أويلي ما له راس، ما له راس. علي الأكبر ها بعد شافت العريس ها، قالت بويا يا بويا وبالمعركة شفنا عجوبة عجوبة، عرية يسوي جفوف مخضوب مخضوبة، شبيك تشفه انت بصين ثوبة. أويلي أويلي ها بعد يقول بكت بكت بكاء عالي، بنية تبكين ليش تبكين؟ قال شفت موقفي بكي يا أبها، ماذا رأيتي؟ قال شفنا طفيل. شلون شفتي؟ شلون شفتي؟ توصف لبوها رضيعها. أو شفنا طفيل متوسد إيده إيده، أو شفنا سهايم طايح بجيد بجيد، أثار السهام ذابح وريد. بعد المصيبة العظمى ماذا رأيتها؟ قال شفنا بطل، أو شفنا بطل نايم بكترة بكترة الرضيعة بكثرة وكثرة جروح صوت نحرة. أقول منو هذا لولا؟ أقول لولا منو هذا؟ نحرة أثار البطل آية الكبرى، أثار البطل آية الكبرى، الحسين وحسين الحسين شمامة الزهرة. راحت بنو أسد لدفن الأجساد، لكنهم لا يعرفون الأجساد، جثث بلا روس لكن عرفوا جسد الحسين. أرادوا أن يحركوا جسد الحسين فلم يتحرك. الله بينما هم كذلك، وإذا بأعرابي أقبل إليهم ملثا بلثام. من بعد السلام والتحية ماذا تصنعون؟ قالوا جئنا لكي نتفرج على الأجساد. قلهم اصدقوني ماذا تصنعون؟ ألنا الأمان لكم الأمانة. قالوا جئنا لكي ندفن الحسين وأصحاب الحسين. لكن يا أخي العرب ما نعرف الأجساد، هذا الجسد المن، هذا الجسد المن. ها انحنى إلى الأرض سيدنا ومولانا زين العابدين علي بن الحسين، خط له خطا قال احفروها هنا حفيرة، وضع فيها 17 جثة، ثم حفر حفيرة أخرى وضع فيها بقية الأجساد، ثم حفر قبرا معزولا مما يلى الرأس الشريف وضع فيه جسد واحد. هذا لمن هذا الجسد يا وهذا معزول لمن هذا؟ قال لهم، أقول لك لمن هذا الولاء؟ قال لهم احفروا هنا حفير الساع المنها الساع، دفن بي حبيبي بدروط القاع. الله زعيم الأنصار حبيبها. ثم حفر حفرة للحسين عليه السلام. قالهم علي بماريا، جيبوا لي ماريا. ماذا تصنع بها يا أخ العرب؟ قالهم أريد أن أجمع عليها أوصال الحسين عليه السلام.
وضع وصال الحسين على بارية. يا هذا يا أخ العرب أردنا أن نحرك عضوا من أعضائه ما تحركا. قلهم إن معي من يعينني عليه. رفع أباه الحسين وضعه في لحده جثة بلا رأسها. يقول أطال البقاء في قبر أبي. ماذا جرى عليك يا أخ العرب؟ رأوا الإمام واضعا رأسه على صدر الحسين. الله. لكن أكو وصية، أكو وصية من الحسين في حياته. أوصل إمام السجاد أريد نفذ الوصية. شنو الوصية؟ يقول له ولدي علي. حاضر قلبك لو لا الما يبكي بعد ما أدر وقلبه يخشى على هالمصيبة. ولدي علي، ولدي علي والسد رضيعي على صدري. خلي وليدي على صدري. قل لأبو يا علي الطفي خل على صدري، على صدري وبرفيج خل النحر على نحري، على نحري أنا بهداي بغداي بس لا ينلجم يا بخري. وضع أخاه الرضيع على صدر الحسين أهال عليه التراب. كتب على قبر الحسين بإصبعه هذا قبر الحسين بن علي الذي قتل عطشانا مظلوما. نظر إليهم يا بني أسد أكو بعد، أكو بعد جسد لولا؟ قال لولا بلا أكو جسد. وين هذا الجسد؟ على المشرعة. هذا الجسد على المشرعة. فطر مرايرنا جسد عند الشريعة، عند الشريعة مذبوح لكن ذبحته والله فجيع، فجيع حتى من الزندية تشفينا قطيعة. وصل الإمام زين العابدين إلى عمه العباس. هذا عمه، هذا عمه عزيز قلبها. ألقى بنفسه على عمه العباس. يا عمي خلاف عينك مرمرت نعداك، انغض وانشر سيفك الفتاك. هذا الواك ما تنهض تشيل الواك. دفن عمه العباس. من انت اخ العرب؟ قلوا اما انا فامامكم علي بن الحسين. رجع الإمام السجاد، كل امرأة ركضت إلى الإمام السجاد. عمه هذه زينب، عمه يا علي أين قبر أخي؟ وينه؟ وين قبر الحسين؟ قبر العباس. ليلى سألت، رملة سألت. أكو امرأة ركضت إلى الإمام. ها قلت له يا ابن أخي أو ولدي، ولدي يا علي أنا عندي قبر صغير، ها صغير، أين ولد الرضيع؟ قال أمه يا رب وضعت أخي الرضيع على صدر والد الحسين. يمه شلون الولد تنساه؟ أمه وما تنام لما ما تنام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله. اقضي حوائج المحتاجين. بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم. الفاتحة مع الصلوات. الله.